الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي رؤوفين ريفلين يزوران المؤسسات الأوروبية في بروكسل ويجتمعان بقادة أوروبيين كل على حدا، فيما لم يعلن عن أي لقاء محتمل قد يجمع الطرفين. وانتقد الرئيس الإسرائيلي نظيره الفلسطيني محمود عباس قائلا: سعدنا جدا بمبادرة تمثيلية الاتحاد الأوروبي التي سعت إلى ترتيب لقاء لنا مع الرئيس محمود عباس المتواجد في بروكسل اليوم. نحن آسفون جدا لأنه رفض هذا اللقاء. سيكون من الصعب بناء علاقة تقوم على الثقة إن لم نتحدث إلى بعضنا بشكل مباشر. في السياق ذاته جدد الرئيس الإسرائيلي انتقاده لمبادرة السلام الفرنسية قائلا إن المفاوضات مع الفلسطينيين لن تسفر عن أي نتيجة، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته التي ألقاها في المجلس الأوروبي أكد على دعم السلطة الفلسطينية لمبادرة السلام الفرنسية. ونؤكد على دعم المبادرة الفرنسية التي ستستكمل إلى نهاية هذا العام في عقد المؤتمر الدولي، ومن ثم في وضع أسس للمفاوضات ووقت للمفاوضات ووقت للتطبيق وآلية لتنفيذ هذه المتفق عليه. يذكر أخيرا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أكدوا على دعمهم لمبادرة السلام الفرنسية الهادفة إلى عقد مؤتمر دولي يجمع الإسرائيليين والفلسطينيين في حلول نهاية العام.